sepet yeri. Yangında var depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Ah başıma gelen benim. Aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine amadeyim. Kimmiş beni susturacak? Embarih billeyl şifet hilm hilu kteer. اجت لعندي أميرة وقالت لي كلام بياخد العقل. شلون شكلها حلوة يعني؟ لأنه غيورة أنا، وإذا كانت أحلى من أمورة غسان شركة كاترينج علقوا بالعجقة يمكن ما يوصلوا على الوقت. كيف هيك؟ ما بيصير هيك صار. معقول ما بيعرفوا إنه في عجقة؟ ليش ما طلعوا أبكر من الوقت؟ رح أتصل. اتصل اتصل. إيه؟ اتصلنا اتصلنا. قال شو أسفين ومنعتذر، قال هني بالطريق بس عجقة كتير وصعبة يوصلوا. يي شو هالنحس هاد من أول أف، ما حليلهم غير اليوم يتأخروا. أهي أهي أخ، لو تعرفوا شو صار، انتزع كل شي رتبته وتبهدل العرس يا جماعة. الكيترينج علو بزحمة البلد. أهي ما رح يجوا، شفتوا على هالمصيبة اللي نحن فيها؟ أي في أبرد منك انت وياه؟ يا الله رح تجلطوني، ما في ردة فعل أبدا. اعترضوا لا تقبلوا. عمور انت دافع مصاري على فكرة. عمور شايفه للأستاذ غسان كيف صاير؟ كل ماله عم بيصير مثلك. ليكي كيف واقفين كأنه ضيوفنا الروم. حياتي بيعرفوا بيعرفوا، كنا عم نحكي بالقصة قبل ما توصل. شو نعمل عمر؟ طول بالك غسان عم فكر. أي معناته أنا لازم أتصرف وروح خبر العروس بكل القصة. لازم لؤي بلا حكي فاضي. ما بيصير لؤي جنات؟ كنت تقولوا لي ما بيصير إلا لأنه هي العروس، هذا عرسها، بدي أحكي لها كل شيء. لا لوليتي اصحك يا روحي، ما بصير تعمل مشاكل وتقلب الدنيا بهيك نار. لؤي اوعك تقلها لأنه هيك رح تنزعج وتتوتر. وهي تنبيه تاني مني لؤي، اصحك. شو بيفهمك انت وياه؟ كتومين؟ منيح اني موجود، رح كون أول واحد يخبرها. لؤي راح. أوف يا حبيبتي شو طالعة حلوة وكربوجي، ما توقعت اني اتأثر كل هالقد، رح ابكي حاسس حالي. تشربي قهوة؟ نشرب. قديش انت لذيذ ومهضوم. بدي تفسري اكتر، مثلا كيف يعني لذيذ؟ يعني فريز مع كريمة او شوكولا المرة. شوكولا قلتيلي لك حكيك اليوم حلو. بعرف. اسكت ولا كمل؟ قوليهم كلهم، يلا احكي عم بسمعك، كملي. مثلا ما في احلى من دقنك، حتى الطريقة يلي بتعملها فيها لبقتلك كتير حلوة ونظيفة. دي ما هي رقبتي. وإذا؟ أوكي كملي.
بس أنا ماني مسؤول عن يلي رح يصير بعدين. رح كمل ونشوف. عم تتحدي كأنه. اعتبر هيك. أو يعني حبيبتي مريتي دغري. المشكلة فورا بيبين شو بيخطر عبالك. نسيت وين كنا. أنت واحد كتير محتال. طبعا وكتير محتال. الحق عليكي أنت، فتحتي على حالك هالباب. لحظة، التليفون بدك تردي؟ إذا ضليت واقف هيك ما رح أقدر رد. ايه معك نهال. طولي بالك ديما. اخ يا ابني، صاحب البيت اليوم بعت لنا تبليغ بده نخلي البيت بعد اسبوعين. ستي معكم ما هيك؟ هون. هي منيحه؟ منيحه منيحه بس متضايقه. طيب ما بطول. شو صاير معهم؟ لازم اروح بس عادي ما في شي مهم. انا بوصلك امشي. مو ضروري، بلا ما توصلني بروح لحالي. لا تاكل هم. طمنيني. شو طلع عالي مو هيك؟ مو كتير، شوي. ايه طبعا لحالي عرفت. تمي حاسس تغرب، ناشف شوي. رح ننزله، المهم انه تشربي مي كتير هلا، دغري بينزل لا تخافي. بسيطة، خدي اشربي. ستي ها اشربيهم كلهم. ايه حاجتي خدها. الوضع ماله مريح، ما له ظبطه نقعد هون. يلا قومي لنروح على المستشفى. لا لا، شو المستشفى، انا منيحه. لك شلون منيحه؟ مو شايفه وشك كيف صار اصفر ستي؟ لك يا ريت بس يوقع بين ايدي وانا بعرف كيف رد له اياها. وينك ستي حبيبتي؟ تعي بنتي. طمنيني منيحه يا قلبي. نزار شو استولى ضغطه قديش طلع؟ لك شلون مصفر وشك؟ منيحه انا، شبكي بنتي ما فيني شيء. وينو فايز؟ عن جد أخده يعني نطلع بعد أسبوعين؟ لا في ضمير ولا وجدان أبداً. العمى هاي أول مرة بيحطنا بهذا الموقف. الله ياخده. لا وبكل عين وقحة عم يحكي. ايه شو بدنا نعمل هلأ؟ لهلأ ما بنعرف وين بدنا نروح، عم ننطر. ها هاد أكيد سمعوا. روح أكيد أحسن. ايه بنتي أحسن، ما فيني شيء. من وين اجت هالمصيبة؟ مرحبا. بشر سمعور، بشرنا. الله يوفقك يا زلمة، شو صار معك احكي. البيوت مأجرة هون بالحارة، ما فيها ولا بيت، فتلت عليهم كلهم، ويلي فاضي الله يجعله بيت. نحن لازم نعمل شي. ما في واحد عارض بيته للأجار، بيت فوزي، فوزي الأزعر. معقول تستأجروا بيته لفوزي؟ وقت الشارع أحسن. انسوا الموضوع، تسكرت. ايه شو بده يصير معنا هلأ؟ إذا لهلأ ما لقينا بيت رح نقعد بالشارع. الو ديما، انت منيحه؟ ايه انا منيحه حبيبي. كيف ستك؟ ستي كمان منيحه، ومشان ترتاح وتغير جو بعتناها لعند الجيران.
بس يعني منيحة هي هلا. خلاص لا تقلق عمر. طيب شو يلي صار معها بالضبط؟ اليوم اتخانقت مع الجيران، وبتعرف هي ستي حساسة شوي، أخدت على خاطرها كتير، بس راضيناها يعني صارت أمورها تمام. كله رواء. ماشي سلامتها. أي شي بيصير معكم دغري ماشي خلاص بتصل. بتصل هي أحسن هلا. شكرا حبيبي، لكن بكرة بشوفك. تصبحي على خير. تصبح على خير حبيبي. خير؟ ليش ما حكيتي له لعمر؟ كتير صعب تقولي له رح نتقلع من البيت ونصفى بالشارع بلا بيت. ما بدي. بجوز يقدر يساعدنا. قولي له. مو هون هي المشكلة، هاد الموضوع بده مصاري، وبتعرفي عمر معه مصاري. اسمعوني منيح، بهالموضوع ما حدا دخله. الفرق المادي بيناتنا واضح وعيب، هالمواضيع هي تفوت بعلاقتنا لأني ما بتحمل. يعني بتسعلي دم وبتقلي له غلطان هاد عصي؟ ما فهمت ليش خجلانة بوضعك، ولا برأيك المصاري هي اللي بتحدد قيمتنا؟ بلا حكي فاضي، شو دخل هالحكي نزار؟ ليش بدي أخجل؟ نحن طول عمرنا واقفين على رجلينا ومو محتاجين حدا أبدا، ورح نضل واقفين لحالنا. المرة الوحيدة يلي احتجنا فيها مصاري شفتوا شو صار فيني بعينكم. دمدوم، لأنه هديك ناريمان إبلاكجي، بالأخير هي ما ساعدت، باعت واشترت فيكي. وعمر ماله مثله. المهم هلا انتهينا، انا ما بدي تفوت المواضيع الماديه بعلاقتي انا وعمر نهائيا. انا برايي ديما معها حق. يا علينا اسمعي، انت وياها على طول وقفوا مع بعضكم ودافعوا عن الموقف نفسه، شو ما كان الموضوع بنطلع خسرانين معه هو وياها. نهال عم نحكي بشغله اهم، خلينا نركز فيها. يعني لا تخلطي المواضيع، كان في بيت وتقلعنا منه. بجوز لقيت حل. طولوا بالكم احكي. أنا ليش ما بسحب قرض ومنشتري بيت حتى؟ ليش بيعطوكي قرض؟ ليش لحتى ما يعطوني بقى؟ راتبي كبير وبيغطي برياحة. فكرة حلوة ها؟ ايه طبعا، بكرة روحي على البنك واسألي. ايه رح روحه من الصبح، بجوز تزبط ما منعرف. هلأ خلي القصة بيناتنا، لا تخبروا ستي قبل ما تزبط ولا ما تتفاعل بدون ما نتأكد. معك حق، وهاد رأيي. خلاص شبكن يا جماعة، مسكتوا راس الخيط. بكرة يوم جديد إن شاء الله. روقي دينا. يلا إن شاء الله. داليا، ومسميتي تقرير؟ بدك نبعت عروضنا بتنظيم مثل هاد ومنقلن هذا التقرير؟ والله شي عظيم. تفضلوا بعتنا لكم هاد لتشوفوا قديش محترمين ومنفهم هاد يلي عنا، بلكي بتفهموا المسج تبعنا. أنا آسفة في غلط، هلأ بزبطه. بدك تعيدي اليوم؟ ايه بعيده أحسن. خدي من وشي وركزي منيح وقولي لي برنامج اليوم على السريع. قولي شو بخوف. داليا ماشي رح احكي، ضغط كتير يعني معجوق برنامجك اليوم، عبيته للمسا ومع هالشي ما بيكفي الوقت. شلون ما بيكفي الوقت؟ شوف رح قلك، بالعلوم درسونا انه الارض بتلف حوالي حالها ب 24 ساعة بس، وهذا اسمه يعني بتعرف يوم كامل، يعني اليوم 24 ساعة وانا مثلك بدي اياها تلف على مهلها أكتر من هيك، واليوم يصير شي 30 35 ساعة بس هي هيك. نو واي. وينو البرنامج؟ تركيه هون، تركيه انا بشوفه. طيب ماشي صحي. اذا هيك انا رح رد خبر لغسان بيك وياسمين خانم مشان اجتماعكم الصباحي. داليا اطلعي اطلعي يلا. ما رح تزبط لانه قال البناء قديم كتير وما بيعطوا عليه قروض. تخيلي. لا عم قلك ما زبطت، فقست. لا تعملي شي. ماشي طيب. ماشي نهال خلاص، بس انتو لا تعملوا شي، بشوفك ومنحكي بالموضوع. يلا. مو رايق اليوم شبك، كأنه صاير شي. مو اكيد داليا مضايقتك. تعي تعي تعي، اشتقت لك. قربي، مشتاق شوفك، خلي الصبح يبلش فيكي. ايه يلا خبريني انت كيفك، ستك كيف وضعها؟ احسن هلا ومنيحه اليوم.
ما بها شي. شو صار بقصتها هي والجيران؟ انحلت ولا لسه؟ كلهم متعودين، الجيران هيك كل يوم بيتخانقوا على شغلات تافهة وبيحلوها دغري. هالقصص بتصير. ما بعرف، لما رحتي هيك فجأة مو بإيدي اتضايقت وزعلت منك. طبعا حقك تزعل، حقك تزعل، بس مو كتير لأنه ما كان بإيدي، ارتفع ضغطها وسكرها وكانت متضايقة ومشان هيك رحت. إذا بدك منجيب لها شي دكتور خليه يشوفها أحسن. لا مو ضروري، وحياتك منيحة هلأ، ما فيها شي، أمورها ممتازة. أنت لا يهمك، تعا خلينا نحكي فيك. يلا إيه أحكي. الصبح شو فطرت وعملت رياضة بوقتها؟ يومك بلش منيح؟ أنت قدامي هلأ، ما أحلاكي، شو بدي أكتر؟ وأنا وقت اتضايق هيك بفكر كمان. خلص بكرة رح تشوفي، لهيك لا تخلي شي ضايقك بنوب. وأنا هيك رح ساوي. شو هاي؟ جديدة كأنه، بس كتير حلوة على فكرة. شفتها من يومين واليوم مرقت جنبها، قلت خليني جيبها. معقول يكون إلها شي معنى؟ ممكن. خلاص عمار، في بس وقت سألتني فجأة خجلت وتلبكت كتير. لا أنا انتهيت، ما عم بعرف لحقه، هو كمان ضاغط حاله شغل ومفكر يلي قدامه بيقدر يشتغل مثله، بس مستحيل، هالحكي مو ممكن يصير. بالآخر أنا بني آدم بدي ارتاح شوي، ما بيزعل علي، كل العالم يلي بعرفهم عندهم مدراء طبيعيين وبشر، وأنا مديري إلكتروني وشو ما اشتغلت مستحيل يرضى. يعني شو ما عملت ما فيني أعجبه بشي؟ مو معقول أقدر تابع هذا الشغل كله؟ ما عندي مشكلة، بعترف انه انا مو قده لهذا الشغل، خلاص حاج هالزلمة دمرني وهدني كمان. داليا، وصلت الفكرة تمام؟ فهمت شو هي مشكلتك، بس هلأ بدنا نروح على الاجتماع لعند عمر، وانتي هلأ روحي وشربي فنجان قهوة وشمي شوية هوا وخدي نفس وارتاحي وصحصحي ليفتح ذهنك. غسان بيك ما أحلاك، قديشك إنسان متفهم وواعي، بس لأنك حكيت معي شوي بهالأسلوب اللطيف فوراً استرخيت. معقول تكون جاية من كوكب تاني؟ داليا صرتي تبالغي كأنه. تركني أحكي الله يخليك، أصلاً أنا ماني عم أفهم، عن جد ماني عم أفهم عليكم، يعني حضرتك وعمر بيك شلون هيك لزقانين؟ كيف أنتو؟ كيف صار لكم هالعمر رفقات؟ يعني كيف بتتفقوا كل واحد منكم عقله بجهة؟ ما عم بفهم عليكم. غسان بيك لو بتخليني مساعدتك كانت حياتي أروق بكتير، بس تعرف شو؟ أنا هيك حظي، أكيد حظ النحس حيخليني لزقانة بعمر بيك. زعلاني على حالي أنا، مكسور خاطري ومقهورة كتير هيك. داليا كت. آسفة كتير. برنامجنا مليان اليوم، فكرة راحت، قال ما عاد بدها شغل المحلات. كتير غريب. يي ليش راحت برأيك؟ ليكون عندها مشاكل عائلية؟ بتعرف شي عن الموضوع؟ بيجوز مشاكل شخصية، أنا ما كتير بعرف عنها. الموضوع مهم. حتى الدكتور سليم فك عقده مع الشركة، بظن عندك خبر دريت. فك عقده معنا؟ إيه على خير. غريب كتير، فكرات والدكتور سليم، ما عم بفهم ليش كلهم عم بيروحوا. لأنه هيك حياة الشغل ياسمين، ناس بتروح وناس بتجي، مو كتير غريب. الظاهر إنه نحنا يلي رح نبقى. حكينا مع صاحب البيت، الزلمة متنح معند وراكب راسه، مجبورين نطلع. طيب وهلأ شو؟ خلينا نحكي بموضوع المحلات ونتناقش، يعني صحيح اتفقنا مع نجيب بيك، بس هالشي ما بيكفي. نها لازم نعمل شي، لازم نربط حالنا بالبيت، يعني لازم نعمل شي، ما رح نطلع. ضروري نفكر شوي أكتر، يعني هلأ فكرة راحت، بس هالشي ما لازم يغير خطة شغلنا مو هيك؟ هو فتح المحلات كان بالخطة من الأصل. المحامي قال ما عندكم غير هالحل، وقرضوا ما أخذنا، خلص نحن انتهينا، لازم نطلع. وضعنا مو متحمل مجازفات حاليا، بس حلو المحل إذا راح حرام.